الصباح الباكر في غوانتانامو برفقة بعض الجنود ننتظر الإذن ببدء جولة صحفية في معسكر الاعتقال، لكن لم يسمح لنا بتصوير وجوه الحراس ولا رؤية المعتقلين. في تمام الساعة 5 صباحا سمع صوت آذان الفجر. المعتقلون يصلون غالبا في زنازينهم الانفرادية، ولا يسمح لهم بمغادرتها إلا نادرا، وهم مكبلون وتحت رقابة مشددة. أكثر من 100 معتقل من أصل 166 يضربون حاليا عن الطعام، وحسب إفادة رئيس القسم الطبي في مستشفى المعتقل الذي رفض تصوير وجهه، فإن أكثر من نصف هؤلاء يخضع للتغذية القصرية. نحن نراعي قدر الإمكان حرية القرار الخاصة بالمرضى، لكن يبقى واجبنا هو حماية حياة المعتقلين. إجراء تعتبره الأمم المتحدة تعذيبا، غير أن مدير المعتقل يدافع عنه. لقد أصبح هذا إجراء قانونيا ومستداما، وقد أقره السياسيون، وأنا ليست لدي أي مشكلة في تطبيق القرارات السياسية. لم نتلقى أي رد عن سؤالنا، ما إذا كان المتهمون 5 بتنفيذ اعتداءات 11 من سبتمبر من بين المضربين عن الطعام، لكن المؤكد هو أن الجزء الأكبر من المعتقلين يمنيون، والكثير منهم لم يعد يشكل خطراً أمنياً بحسب السلطات الأمريكية، لذا فهي تريد ترحيلهم إلى بلادهم، وهو ما أعلن عنه الرئيس أوباما الذي أكد مراراً عن عزمه إغلاق المعتقل. إنه موضوع يحظى باهتمام المعتقلين الذين عبروا عن ارتياحهم لطرح الرئيس مسألة إغلاق غوانتانامو على الرأي العام مجدداً. سيمثل المتهمون 5 في أحداث 11 من سبتمبر أمام هذه المحكمة العسكرية في غوانتانامو، وعلى مقربة من هنا يوجد مكتب زاك الذي يقدم الاستشارة لإدارة المعتقل، كما أنه يتواصل مع المعتقلين. ينظر المعتقلون بإيجابية للمحاكمات، وهم سعداء بأن يتم البت أخيرا في قضاياهم بغض النظر عن طبيعة الأحكام التي ستصدر بحقهم. بدء المرافعات يعتبره الكثيرون أمرا إيجابيا، رغم أن الوضع في المعتقل ما زال متوترا. أما إغلاق غوانتانامو بشكل رسمي فلا يزال في علم الغيب.